ان انت تحاول ان انت ما تفقدش الصنعة اليدوية وتحاول تعمل منتج جيد محطوط فيه كل البروسيس الصناعية اللي بتساعدك على الانتاج وعلى جودة الانتاج، لازم دايما نبقى محافظين على البالانس ده عشان نطلع قطعة لطيفة مظبوطة. يعني كل سنة بنقدم كولكشن، كل سنة بنقدم حاجة جديدة، فكان دايما الحمد لله عندنا نجاحات. بحب المودرن، بس بحب بشوف ان احنا عندنا حضارات كبيرة قوي وتراث رائع، لابد هذا التراث انه يتحط في قطع نقدر نسوقها. جزء من شغلنا راجع ان احنا لازم نستعمل تكنيكس قديمة حلوة خلصت، زي مثلا تكنيك الشفتيش او الفيليجري وورك، اللي هو تقريبا بقى بينقرض مش بس من مصر، بينقرض من العالم بشكل عام. وبقى الصناعية او الماسترز اللي بيعملوا الفيليجري قليلين قوي. أو تكنيك الشفتيشي، انا بحس انه خساره ان هو يروح، وخساره ان احنا ما نطوروش. يعني هو فكرته بسيطه بس في نفس الوقت لطيفه، وان انت بتجيب نوعين من السلك وتلفهم على بعض وترجع تبططهم، فيبقى عندك element رفيع، تبتدي تقطع هذا element رفيع وتعملوا شيبس معينه، تبتدي ننزلها في مساحات صغيره، بيبقى عامل زي الليس، بيبقى عامل زي الدانتيل، ف بيدي امكانيه للمصمم، بيديله مساحه ظريفه يقدر يطلع ابداعاته فيها. بشوف انه التاتش الانساني وساعات الخطأ الانساني، بس بسموهوش خطأ، بسميه البصمة بتاعت البني ادم على القطعة.